الحق يكون محال ونهزم الأعداء في ساحات القتال فنلقي الأشرار دروسا في معاني النضال فنحن فرسان النزال فيروسات تبي الأرض والحياة بعزم من حديد سنواجه الطغاة أما الشيء الأكيد فلن نحني لهم هذه الجيبة ويلناكم يا أعداء الحياة نحن هنا جيوشكم لن تمر نحمي الحمى نحن ناقص ومر بنزالنا سنريكم ما لا يصر نحن هنا جيوشكم لن تمر نحمي الحمى نحن ناقص ومر بنزالنا سنريكم ما لا يصر فالخير يوم الاستشهاد يا يوم دعونا نبدأ الآن المرحلة الثانية. راكس زوران كان ذلك عملا ممتازا. شكرا أستاذ لكنها لم تنتهي بعد. حصلت عليها. عمل جيد. الآن الجزء الأكثر خطورة في هذه التجربة عن طريق حقن هذا الماصل. أمل أن تعمل هذه الأشياء. هذا لا يصدق. هذا مدهش. أجل. أدوارد أنت عبقري لقد تعافيا الآن يمكننا التحدث معهما ومعرفة ما حدث وأنا لم أكن لأفعل ذلك من دون مساعدتك ماذا هناك أدوارد؟ أهناك خطأ ما؟ هناك شيء مثير للقلق بشأن هؤلاء البشريين لكن التجربة كانت ناجحة كنا نظن أن هناك علاقة بين البشر وهذه الفيروسات والآن أثبتنا ذلك أعلم لكن انظري إلى ملابسهم وإلى تسريحات شعرهم إنها تقريبا فترة أخرى من الزمان هيئتهم تعود إلى 40 سنة مضت إما أن تكون الفيروسات زارت كوكبنا من قبل أو أنها كانت موجودة سراً على كوكبنا دعنا ننقلهما إلى المستوصف كي نتحدث إليهما حسناً هذه هي نهاية شهرتنا منذ متى أصبح لدينا شركاء؟ هذا المكان أصبح مزدحماً انظروا إنهما يستيقظان لا ضغينة الآن سوف نعرف ما حدث ليس بهذه السرعة زورا قد يكون تحولهم إلى فيروسات غير شخصياتهم تماما لسنا متأكدين أنهما سيعترفان رغم ما يبدوان عليه الآن هل نسيتم ما فعلاه هذان الاثنان بديفيد وجورج؟ إنها مخاطرة وعلينا أن نواجهها بالتأكيد لديهما معلومات مهمة يمكننا استخدامها منذ سرقت أول كريبتوس من رودينيا بدا لي أن الغزو قد تصاعد ناهيك عن المناخ الاجتماعي والسياسي لهذا الكوكب لنحاول ذلك عليكما أن تستيقظا هل أنت اسمي إدوارد أمالدي وهذه مساعدتي نيلا وهذا هو فريق بحثي أهلا أنا فاليريو وهذه سيبل أين نحن؟ أهذا مختبر؟ نوعاً ما أجل وهذا يدعى النيوس واحد تذكرت الآن كان هناك قتال ما ثم أغمي علينا وحدث التحول كلانا تحول إلى وحشين بشعين وأنت حولتنا إلى بشر كنا ننتظر سنوات ليحدث هذا كل هذا الوقت؟ إنها ليست المرة الأولى التي هاجمت الفيروسات كوكبنا إذن للأسف اخترقت الفيروسات هذا الكوكب لفترة طويلة جداً عشت أنا وفاليريو في مجتمع زراعي صغير في قلب أستراليا كانت حياتنا حياة بسيطة جداً وقريتنا كانت مملة نوعاً ما
إلى أن هبت عاصفة في يوم من الأيام. يجب أن نعود إذن. سايدرنو لن يؤيد ذلك. في ذلك الوقت أخذنا سايدرنو كأسرى وحولنا إلى فيروسات لتعزيز جيشه. سايدرنو؟ سيد نوفا الظلام، قائد الفيروسات. لماذا هاجمكم أنتم؟ ماذا أراد من قريتكم؟ لماذا؟ أسطورة بانجيا. والآن لحظة، الحاكم الأعلى لجميع الفيروسات يتبع قصة خرافية؟ ليست أي قصة خرافية، أسطورة تتحدث عن 7 واحات سرية، كل منها يحتوي على عنصر يحتوي على طاقة هائلة. الكريبتوسات؟ أسمعتم عنها؟ آسف لإخباركم أن الفيروسات تمكنت من سرقة الأولى وأصبح العالم في فوضى. القصة مطابقة ما الذي تعلمناه بالفعل، لكن أخبرانا كيف تحولتما إلى فيروسان. عندما أدرك سايدرنو أنه بحاجة للمزيد من الكريبتوسات قام بالهجوم وأجبرنا على أن نعطيه إحداثيات الواحات 7 الأسطورية. لقد مزج الحمض النووي البشري مع الفيروس، لذلك كنا ننتظر بيئة أفضل للبقاء على الأرض. إنه محق، واجهنا القليل من الفيروسات التي لم تتأثر بسبب عدم وجود التلوث. يسمون تلك الفيروسات الإكسمانيون، البشر السابقون الذين قام سايدرنو بتغييرهم قبل أن يكتملوا. انتظر اللحظة المناسبة لشن هجوم كبير على الأرض، لكنه يحتاج إلى المزيد من القوات، لذلك سبب تلك العدوى. ولكن لماذا يريد تدميرها؟ ما هو سبب كراهيته للأرض؟ ليس لدينا أي فكرة، نحن نعلم أن أفضل أعوانه سيفعلون أي شيء يأمرهم به، وكل ما يريده هو الدمار. لن يوقفه شيء، إنه يريد الانتقام. انتقام لماذا بالضبط؟ يجب أن يكون هناك سبب. سيبيل، أعرف أنك وفاليريو مررتما بالكثير، ولكننا بحاجة لمساعدتكما. مهما كانت التفاصيل صغيرة. أنا آسف، لا أستطيع أن أتذكر أي شيء بعد ذلك. لا مشكلة، شكرا على المساعدة، سنتحدث فيما بعد، استريحا. سنأتي معكم. نعم، وسوف يكون من الجيد أن نتحرك. كان هناك انفجار كبير، لم أره، لكن سمعت عنه، وأيضاً الاسم هارولد يدور في ذاكرتي، ولكن لا أعلم ماذا يعني. نعم صحيح، شكراً لك، هذا يعطينا فرصة للتقدم، سنحاول أن نجد الإجابة. المعلومات التي قدمتماها لنا اليوم ثمينة جداً، نحن ممتنان لكما. إن كنتم تدينون لنا بشيء، لماذا لا ترجعونه لنا؟ قم بتحويلنا لمضادات للفيروسات مثل باقي فريقك. سيبل، لا أعتقد أنها فكرة جيدة في الوقت الحالي. لكن سايدرنو أخذ كل شيء منا. يمكن من تجربتنا بالفيروسات أن نساعد في ساحة المعركة. تعبت قليلا، ليس بالأمر المهم. بماذا كنت تتباهى وقتئذ أيها الشاب القوي؟ جورج، أنت بخير؟ أجل، أعتقد أن المشي في الممر أرهقني قليلاً.
سأكون سعيدا إن استطعت أن أعطيكم شرحا مختصرا، ولكن ليس الآن. وماذا أخبرك البطلان عما جرى؟ يطلبان الانضمام للفريق. ها؟ أمل أنك تمزحين. حسنا، نريد رأيكم أولا. هذا مستحيل. أليس استمعي لي للحظة، إنهما ضحيتان مثلك تماما. الضحايا التي حاولت قتلنا؟ لا، لا أستطيع. تحذير من غرفة التحكم، هناك هجوم. إدوارد دعنا نذهب ونرى. أين تهاجم الآن؟ اخترقوا قارة أستراليا، هذا هو الواضح لدي. إذا ماذا ننتظر؟ دعنا نذهب إلى هناك ونقاتلها. أعتذر، لكن من الخطر أن تذهبا، أنتما ضعيفان جدا الآن. لن نبقى هنا وننتظر، سنحصل على الراحة أثناء الرحلة، لا تقلق. أواثقان أنكما بخير جورج؟ نحن قادمون أيضا، علينا أن نتباحث في هذا. آسفني، لا، لن نقبل بالرفض. يبدو أنكم فعلا تحتاجون للمساعدة. ستنضمان إلينا؟ عن ماذا تتحدث؟ هل تثق بهما؟ أليس حياتهما في خطر هنا، عليهما بالمساعدة. نعم، ولكن ما العمل؟ كيف لنا أن نصل إلى هناك؟ زوري على حق، فقد فقدنا صوفيا. لا تخف ديفيد، الحل عندي، اطمئن. ما هذا الشيء نيلا؟ ماذا يوجد تحت الغطاء؟ إنه شيء بسيط كان ألبرت والعلماء يعملون عليه، آمل أن يعجبك. إنها قطعة فنية. أقدم لكم صوفيا الجديدة. هيا يا شجعان، استعد. العزم يا أبطال، سنحقق المحال ونهزم الأعداء في ساحات القتال. سنلقي للأشرار دروسا في معاني النضال، فنحن فرسان النزال. فيروسات تبيد الأرض والحياة، بعزم من حديد سنواجه الطغاة. أما الشيء الأكيد فلن نحني لهم هذه الجيبة. وين لكم يا أعداء الحياة؟ نحن هنا، جيوشكم لا لن تمر. نحن الحمى، لحمنا قاس ومر. بنزاهنا سنريكم ما لا يسر. نحن هنا، جيوشكم لا لن تمر. نحن الحمى، لحمنا قاس ومر. بنزاهنا سنريكم ما لا يسر. أخذت يوما في النهاية يصر.